ينتظر أهالي مدينة القدس شهر رمضان بفارغ الصبر. هذا شهر المحبة، شهر الصلاة، شهر العبادة، شهر الصيام، ولكنه أيضا شهر التجارة. العديد من تجار مدينة القدس يأتون بهذه البضائع الملونة لملء ذاك المشهد البصري بشكل جميل، الإنارة في الليل في شوارع وأزقة البلدة القديمة، ولكن أيضا هنالك السهر بالليل. مدينة القدس مدينة تنام باكرا، ولكنها في شهر رمضان تسهر ليلا مع صلاة التراويح وغيرها من الفعاليات الثقافية والاجتماعية. هنا في سوق القطانين في البلدة القديمة، حيث يذهب الزوار إلى المسجد الأقصى إلى الصلاة أو العودة إلى شوارع مدينة القدس. أيضا في شهر رمضان تعود الأكلات الشعبية والتقليدية مثل السمسمية التي تعمل هنا في مدينة القدس في داخل أزقة البلدة القديمة. ولذلك يقول أهالي هذه المدينة، رمضان في القدس غير